اليوم يوم حظي اربع اوتفت مره واحده. شوفوا بنات اليوم حظي مره يجنن. هاي جايز كيفكم؟ جاتكم بفيديو جديد بايديا جديده. فكره فيديو اليوم هو بارت 2 او خلينا نقول الجزء الثاني من الابديت الجديد وتحديث الجديد اللي هو تحديث كريسمس. تحديث مره يجنن. نزلت لكم بارت 1 البارح، كان كثير 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 حلو، في اشياء كثير حلوه كتغيير الجذري اللي حصل في ملكة الموضة، في بداية ملكة الموضة، لوك الشهر الجديد، لوك الحجاب الجديد اللي مرة يجنن، وتزينة كمان فرجيتها لكم. وبفضل اليوم حفرجيكم الملابس مثل ما وعدتكم، وخلوني أقول لكم الملابس مرة تجنن. مش عم حمسكم على الفاضي لأنه الملابس مرة تجنن، خصوصا الملابس اللي في المكافآت الاستثنائية. أوه ماي جاد، كتير حبيتها، كتير بحبها للمكافآت الاستثنائية. وهذه النسخة اللي عندي هي نسخة مهكرة وما فيها باند، صار لي 6 أشهر ألعبها وما أخذت أبدا باند. فيها ألماس مجاني بلورات فضية وبلورات بنفسجية مجانية وطاقة دائمة، يعني طاقة تكون لعدد معين ما تنقص أبدا. أول شيء خلينا نختار الدرس اليوم بعدين أكمل لكم. فإذا بدكم رابط النسخة مهكرة بدون باند حط لكم رابط قناتي الثانية اللي منزلة عليها طريقة التهكير ورابط الفيديو عشان ما تبحثوا عنه كتير، ولسه تشتركوا بالقناة وتحطوا لي كومنت حلو مثلكم. ويلا أنا هختار هذا فقط اللوك الشعر والحجاب اللي حطوهم جدد، والآن نختار لوك الشعر وندخل دغري على المكافآت الاستثنائية. يعني أول شيء حاب أفرجيكم عجلة الموضة، وهذا الدريس أخذته من عجلة الموضة اليوم بملكة الموضة النسخة العربية، مرة جنن مرة حبيته، فأنصحكم إنه تلعبوها. والآن خلونا ندخل على المكافآت الاستثنائية. حفرجيكم الأوتفيت أو الدريس البنطلونات اللي هدفهم جدد مرة يجننوا، وحفرجيكم الأشياء اللي بدي أكسبها بفيديو اليوم، وأتمنى أن نكسبها مع بعض. وإذا أنتوا كسبتوا لا تنسوا ترسلوا بالإنستغرام عشان كذا أنشرها في الإنستغرام تبعي. وبسم الله توكلنا على الله وخلونا نبدأ. سو الفيديو مصورته من زمان، شو مش متذكرة أي واحدة أنا ربحة أو خاسرة، فمع بعض. اوكي بالنسبة لحساب الانستغرام الرابط بالبايو كمان. واو واو واو، درس ما راي جنن صراحة، حبيته فكتير مبسوطة، حروح ألعب للمرة الثانية لأنه أنا إنسانة كثير تتحمس لهذا الأشياء صراحة، فحنلعب للمرة الثانية. واو يس بنات، او ماي جاد، 3 مرات يس، مرتين بتحمس يس. اليوم يوم حظي بنات صراحة، 3 اوتفيت في 15 مستوى فقط. اليوم يوم حظي اربع اوتفيت مرة واحدة.
أو كمان واو الدرس اللي فزت بيه مليون مرة حد بيه. شوفوا بنات اليوم حظي مرة يجنن سو أتمنى فقط أفوز بهذا الدرس. أوه ماي جاد كتير محمسة. وهم بنات اكتفيت من لعب المكافآت الاستثنائية وقررت انه اروح لبيتي في هارلم انسق معكم. فاول شيء حبيت انه اغير اثاث البيت لانه مرة ما كان عاجبني وشفت انه اضافوا اثاث جديد. حبيت اقولكم اوتفت جديد اضافوا حد شو اسمه اثاث جديد ويعني زينت البيت بس ما مرة عجبني صراحة. شوفوا مش حلو مش مرتب بس ما عجبني كثير. احس انه بسيط فوق اللازم فزينته كذا وقلت ازينه معلش. بعدين رحت لبيتي الثاني شو اسمه كوينز على ما اظن يا كوينز نشوف قديه مرتب. حملكم جولة بس جولة كانت جد قصيرة بالبيت. المهم حنسق الاوتفيت. شوفوا اكتر شي هذا اللون الاخضر بلون الفستق مرة يجنن صراحة كتير حبعته. كنت افرجيكم بالاوتفيت مرة واحدة بعدين اعملكم التنسيقات. واكتر شي يعني اللون الاخضر. ما كان عندي كتير شوز واكسسوارات لانه ما عندي ما كتير مستوى عالي بهذه اللعبة بس anyway حبيت اللوك كتير واخليكم مع التنسيقات.
وبنات حبيت انهي الفيديو باللوك اللي كتير عجبني، ولس تكتبوا ارائكم باللوكات اللي شفتهم، وكان هذا فيديو اليوم، اتمنى انه حبيتوه وشير مع اصدقائكم اللي حبوا لعبة ملكة الموضة. الى الملتقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.